مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معاكم اسلام من قناة الوان تيوب. فيديو اليوم رح نتكلم فيه عن عيلة النجمات جوان وليليان، بس قبل ما نبلش حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وشاهدوا الفيديو للنهاية. وهلأ يلا نبلش. واحد، جوان وليليان. جوان وليليان هما نجمتين من نجوم قناة طيور الجنة الإنشادية، وعملهم في قناة طيور الجنة أكسبهم شهرة كبيرة بالعالم العربي. عندهم قناة على اليوتيوب بيقدموا من خلالها فيديوهات تعليمية للأطفال، وكمان بنشروا مغامرات وتحديات شيقة، وهم أبناء نجم قناة طيور الجنة إبراهيم السلاوي مدير مقدم البرامج فيها. خلونا هلأ نتعرف عليهم. أسماءهم بالكامل جوان وليليان إبراهيم السلاوي، وهم توأم غير متشابه. انولدوا بتاريخ مميز واللي كان فيه 12/12/2012، وعمرهم حاليا 8 سنوات، وفي شهر 12 اللي جاي رح يحتفلوا بعيد ميلادهم التاسع. وجنسيتهم أردنية وساكنين حاليا في العاصمة الأردنية عمان. موهبة ليليان هي الرسم، أما موهبة جوان فهي السباحة. جوان انشهرت من خلال إلقائها المميز وفصاحة لسانها، وهي الآن من نجوم طيور الجنة. والكليب المفضل لجوان هو بنوتاتي، أما الكليب المفضل لليليان هو المكعبات. وأول مشاركة لهم في قناة طيور الجنة كانت أغنية ببرونا. اثنين، أبوهم إبراهيم السلاوي انولد بتاريخ 24/10/1983 في الكويت، وعمره 38 سنة. جنسيته أردنية، أصله من قرية سلة الظهر من قضاء جنين بفلسطين، واسم زوجته شروق. حاصل على درجة ماجستير في الإعلام من جامعة الشرق الأوسط، وحاليا بيسكن في الأردن. ثلاثة، فارس. فارس هو الأخ الوحيد والأصغر للتوأم جوان ليليان، واسمه بالكامل فارس إبراهيم السلاوي. انولد فارس بتاريخ 25/7/2018، وعمره حالياً 3 سنوات. وبشاركهم فارس في كتير من فيديوهاتهم وتحدياتهم على اليوتيوب رغم صغر سنه. أول ظهور لجوان ليليان على قناة طيور الجنة كان كممثلات في كليب ببرونا. حسابات السوشيال ميديا، جوان وليليان عندهم حساب على الانستغرام بنشروا عليه صورهم وحياتهم اليومية ورحلاتهم لتركيا، وبتابعهم عليه أكثر من 400,000 متابع. وعندهم صفحة على الفيسبوك بتابعهم عليها أكثر من 200,000 متابع. أبوهم إبراهيم عنده حساب على الانستغرام بيشارك فيه جمهوره صوره مع عائلته وفريق طيور الجنة، وبتابعوا أكثر من 270,000 متابع. عن قناتهم، جوان وليليان عندهم قناة باسمهم جوان أند ليليان، بلشت القناة بتاريخ 2/5/2018 واشترك فيها أكثر من 2.5 مليون مشترك، وعليها أكثر من 800,000 مشاهدة، وعدد المقاطع يلي نزلوها حتى الآن 400 فيديو. وفي نهاية المقطع ما تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي.